بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحلى لنا ما تباركت الآن وكل وان دهر دور أمين. جاءت القراءة اليوم من أنجيل متى أصحاح 23 عن الويلات التي للمرائين. وفي هذا الأصحاح يوضح لنا الخطية التي تحارب المتدينين. كل سن وكل وضع في خطية بتحارب، يعني الشبان نقول مثلا الشهوات الشبابية والأفكار الشريرة، الكبار نقول كثرة التفكير وكثرة حمل الهم، الشيوخ نقول الخوف من الموت. كل سن له خطية، أما المتدينين فالخطية التي تحاربهم هي خطية الايه؟ الرياء. الرياء معناها أن يظهر الإنسان غير ما في باطنه، يعني يتظاهر بأنه قديس وتقي وهو في باطنه شرير ومبتعد عن الله. وهذا الرياء سببه أيها الأحباء عدة أشياء. الأول أن يقول الإنسان ولا يعمل، يقول ولا يعمل، يعني يوعظ الناس لكن ما يوعظ نفسه، يتكلم كتير قوي لكن لا ينفذ الكلام الذي يقوله. السبب الثاني طلب المجد من الناس، يطلب مجدا من الناس، عايز الناس تمجده وتعظمه. يبقى السبب الأول إن إحنا ما بننفذ اللي إحنا بنقوله، والسبب الثاني إن إحنا بنطلب مجدا من الناس. السبب الثالث هو محاولة الانتفاع من الدين، ينتفع الإنسان من الدين. فكان الكتبة والفريسيين ينتفعون من الذبائح التي تقدم على المذبح، فقالوا اللي يحلف بالمذبح يبقى لا يلتزم، واللي يحلف بالذبائح التي عليه يلتزم. ليه؟ لأن هم بيستفيدوا من الذبائح. خلوا بالكم من الثلاث حاجات دول. نمرة واحد إن إحنا ما نطلبش مجد من الناس، نمرة اتنين ننفذ اللي بنقوله، نمرة ثلاثة لا نحاول أن ننتفع ماديا من تديننا. إلهنا يعيننا ويقوينا، له المجد من الآن وإلى الأبد.